البطولات، صباح الانتصارات، صباح النجاح، صباح الامل في ذكرى حرب اكتوبر. قبل ما ابدا حلقتي اسمحوا لي ارحب بسماحه الزميله اللي هتشاركني تقديم البرنامج. صباح الخير يا سماحه. صباح الخير يا سحر. صباح النصر، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. طبعا الرئيس السادات، الرئيس السيسي لمؤاخذة، رئيس السيسي يركز في كلمته على ان مصر قادره على الانتصار وعلى النجاح وعلى استرداد حقوقها. خلينا معانا ضيف مهم جدا هيكلمنا عن حرب اكتوبر، وهو اللواء حمدي لبيب. نورنا يا فندم. موجود حضرتك. في البدايه كده هتحكي لنا عن نكسه 67. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف خلق الله. بعد نكسه 67 او حرب 67 كان المنظر كبانوراما كالآتي: ما بين إسرائيل وما بين مصر. إسرائيل من ناحية سياسية منتصرة، وبالتالي بتطالب مصر أنها تقعد على مائدة المفاوضات تستسلم وليس يبقى في سلام. الحاجة الثانية من ناحية العسكرية في إسرائيل برضو، ناحية العسكرية انتصروا الجيش الذي لا يقهر، نظرية الأمن الإسرائيلي أثبتوا نجاح كل الكلام ده. إذن بالتالي فرضوا الأمر الواقع على مصر، عايزة تيجي تتفاوضي يبقى استسلام وليس سلام. من الناحيه الاجتماعيه بقى، طب يا فندم معلش معانا مداخله من الشيخ الازهر احمد كريمه، طبعا الشيخ الفضيل احمد كريمه، هيكلمنا بس عن قبل ما ندخل في التفاصيل، هيكلمنا عن التشكيك في حديث خير اجناد الارض. السلام عليكم يا دكتور، ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الو، اوكي طيب. اوكي طب يا فندم اتفضل. من الناحيه بقى الاجتماعيه، قبل اسرائيل ما تقوم بالهجوم بتاعها ب 67 بشهر، طلع نائب رئيس الكنيست في الكنيست وقال ثلاث ارباع مليون اسرائيلي هاجروا من اسرائيل لوجود عماله والاقتصاد كان متدهور. طب عفوا يا فندم هقطعك تاني، المكالمه رجعت معانا. صباح الخير يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك هتكلمنا في التشكيك في حديث خير وأجناد الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم. أولاً خبر خير أجناد الأرض هو روية من 10 طرق. لكن نعم. أيوة فندم اتفضل. الخبر او الحديث روية من 10 طرق. تمام. 9 صحيحة السند، صحيحة المتن. طريق واحد في رجل مطعون فيه اسمه ابن لهيعة. الكارهون لانفسهم وللوطن وللدين تركوا 9 طرق صحيحة وتعلقوا بطريق واحد للتشكيك فيه. لكن هذا حديث صحيح ويقويه ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح لكم مصر من بعدي فاتخذوا منها جندا كثيفا. قال أبو بكر رضي الله عنه: ولما يا رسول الله، يعني لماذا خصصت مصر وحدها من دون البلاد وخصصت أهلها من دون العباد بهذا الشرف العظيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة. يعني أن أزواج المجاهدين من الرتب العسكرية والشرطة المدنية في رباط، فزوجة الرتبة هي التي تشرف على تعليم الأولاد وعلى علاجهم وعلى شؤون حياتهم، فهي تشارك زوجها في الجبهة الداخلية للشرطة المدنية والجبهة الخارجية للقوات طيب. المسلحة الباسلة الأجر والثواب. ليه الجماعات المتطرفة دايما بتحاول توظف نصوص الدين على حسب أهوائها الخبيثة؟ هم أولا جهلاء بالشريعة الإسلامية، عندهم جهل، هم لا يعرفون إلا بعض الأمور السطحية.
اتفضل يا فندم. اتفضل. الو وحسد وغل على من يخالفهم، وهؤلاء الله حذرنا منهم وأنبأنا عنهم في القرآن الكريم. قال الله في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أكزته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم إن إطلاق الإشاعات والتخزيل بالنسبة لخير أجناد الأرض جريمة كبرى الله سجلها في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. شكرا يا دكتور. فجماعة شكرا. جماعة الإخوان والسلفية وغيرهم يعلمون أن الجيش المصري هو حائط الدفاع الأول والأكبر ضد الإرهاب والإرعاب والمؤامرات الدولية لإنهاك وتقسيم المنطقة. شكرا يا دكتور، ألف شكر. هنبدأ بقى من حيث انتهى الدكتور أحمد كريم. الشائعات إزاي كانت بتأثر على نفوس جنودنا في الوقت ده؟ لا، الشائعات اللي كانت بتطلق في هذا الوقت لم تؤثر على المصريين إطلاقا إطلاقا إطلاقا. لأن يا فندم المصريين لهم جينات تختلف عن جميع جينات العالم. واللي قال الكلام ده كل من الدكتور مصطفى محمود والدكتور جمال حمدان في كتابه شخصية مصر الجزء الثاني والدكتورة نعمات فؤاد قالوا إن المصريين لديهم جينات لا تتأثر. ليه يا فندم؟ لأن جينات المصريين واحدة. وأضاف الدكتور جمال حمدان قال إن القوات المسلحة والشرطة بتاعت مصر ليست قوات مسلحة ولا شرطة، دول من الشعب. ليه؟ قال لهم لأن جيناتهم واحدة، خالك وابن عمك وابن عمتك وابن خالك. إسرائيل فيها 28 جنسية في الجيش، أمريكا فيها 23 جنسية. عشان كده الجينات بتاعت المصريين يا فندم الطيبة، الحب، الود، الرحمة، التراحم، التعاون، دايما بتظهر حتى لو كان في خلافات. وقت الشدائد، طيب، وقت ما يكون العدو على الأبواب وعايز يخش مصر، وقت المشروعات الاقتصادية يا فندم. أنا عايز أعرف ده اللي بيخليهم يحاربوا من غير عقيدة عكس الجيش المصري بيحارب دايما بعقيدة؟ طبعا يا فندم، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يقاتلونكم من وراء جدر محصنة، اللي هم اليهود. تمام؟ إنما لما بيتقابل مع المصري وجها لوجه المصري بينتصر، حتى في حالة لو كان المصري العتاد والذخيرة والسلاح اللي معاه متقادم وأقل بكثير جدا من السلاح اللي موجود مع إسرائيل، وده حصل في أكتوبر. طب يا فندم هم ليه دايما كانوا بيقللوا من القدرة الإبداعية للجندي المصري؟ هم يا فندم ما قدروش يتوصلوا إلى طبيعة الشعب المصري وإلى الجينات اللي احنا اتكلمنا عليها. وكانوا بيعتقدوا إن الجندي المصري زي الجندي الإسرائيلي. دول نفاق أو رياء. الجندي الإسرائيلي لما تواجهيه بيجري. هديكي مثال: في حرب أكتوبر كان في دبابة، الدبابة دي كانت داخلة على قواتنا في منطقة الدبرزوار، دخل عليها جندي بأر بي جي. الأر بي جي ده من تسليح الحرب العالمية الثانية، بقى بيضرب عليه، هي بتضرب عليه بيضرب عليه، دورت وجريت. دبابة عندها مدفع وعندها رشاش وعندها القطقم بتاعتها، وعسكري واحد عمل فيها الكلام ده. أديك مثل تاني: أبطال البحرية المصرية اللي دخلوا إيلات، بس مش زي ما فيلم إيلات قال، لا الممر إيلات ولا طريق إيلات ده صور حاجة واحدة، لا الأبطال دي دخلوا 5 مرات إلى ميناء إيلات. في آخر مرة يا فندم كان كل ضابط مع جندي، هم 10 5 و5، فالجندي اللي مع الضابط نزل أكتر من 10 متر في المية، أكتر من 10 متر في المية بيجي لك تسمم أكسجين. جاله تسمم أكسجين وابتدت تظهر عليه الأعراض. قال له نطلع فوق، قال له لا، لو طلعنا هيشوفونا. لا، مصر حط اللغم
ومات او استشهد. الضابط بتاعه جره 70 كيلو مع المعدات اللي عليه 70 كيلو 140 كيلو 13 كيلو لغايه ما وصل بيه الاردن. هو ده الشعب المصري. اسرائيل ما تعرفش الكلام ده. موشيه ديان وجولدا مائير طلعوا بعد الحرب وقالوا ايه؟ قالوا اسطوره الحرب 73 الجندي المصري. العبره يا فندم مش بالسلاح. العبره بالجندي اللي خد السلاح. كلمني عن شعوركم لما حانت ساعه الصفر وعرفتوا ان احنا خلاص هنحارب. لم يستطيع احد ان يعرف توقيت الحرب اللي هو الساعه 2 و2 دقيقه مش 2 و5 زي ما 2 و2 دقيقه الا كل قائد معاه ظرف بيتشمع بيشمع بحر. افتح الظرف ده الساعه كذا يفتح انت الان في حرب. فاحنا ما عرفناش. هديكي مثال. خطه الخداع اللي احنا عملناها والناس بتتكلم عن خطه الخداع العسكري، لا ده خطه الخداع اللي اتعملت عملها السادات كان خطه استراتيجيه عسكرية سياسية دبلوماسية اجتماعيا اقتصاديا اجتماعيا، بس الناس ما بتعرفش الا الناحية العسكرية وجزء من الناحية العسكرية. لو سيادتك تعرفي خطة الخداع دي اتعملت ازاي؟ اما نيجي من الناحية السياسية شوفي الدهاء السياسي بقى بتاع القيادة المصرية. السادات قال ايه؟ قال احنا هنستغل قومية العرب، هنتعاون مع سوريا في الخفاء دون ان يعرف حد، وهخلي العرب في نص المعركه نكون منتصرين باذن الله يدعمونا بقطع البترول. تمام يا فندم؟ تمام. طيب الحاجه الثانيه قال لك انا هتعاون مع سوريا. الحاجه الثالثه قاده سوريا البحريه والجويه والبريه جم اسكندريه في خفاء، كل واحد جاي باسبور مختلف باسم مختلف قابلهم القوطة بتاعتي، اتفقوا على السنة والشهر. طبعا الجدير بالذكر ان حضرتك كنت ملازم اول في حرب اكتوبر. الحمد لله. وشاركت في الحرب. كنا عايزين نعرف ايه الفرق بين اللي عاصر واللي شارك. اللي شارك ده يا فندم زي بعض القوات الإدارية اللي هي موجودة في الخلف. ما عبرتش. تمام؟ تمام. انما اللي عبر، كلمة عبور هنا ناقصة. عبور دي لو انا في النيل في شم النسيم بمركب. انما دي اقتحام قناه السويس، لان قناه السويس يا فندم فيها نبال ما هينزل فيها، فيها مدفعيه هتنضرب، فيها طيران هتنضرب، الساتر التراب المزاغل اللي فيه هتضرب على الناس اللي فدي اسمها اقتحام قناه السويس. عشان تقتحم قناه السويس دي كان في مصاعب شديده جدا يا فندم، ولكن الله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. عشان احنا اتقينا الله واشتغلنا وعرقنا رغم ان السلاح بتاعنا كان سلاح قديم، الا ان الجندي اللي خلف السلاح هو ده يا فندم اللي عمل الانتصار. طبعا. اتفضلي يا فندم. طيب هتكلمنا بقى على تاثير حرب اكتوبر واجواءها في الوقت الحالي، ايه الاثر اللي سابته حرب اكتوبر لحد دلوقتي؟ الوقت الحالي يا فندم احنا عايزين الاتي. انا هستعين بالكلمه اللي قالها سياده الرئيس في اخر خطاب. انا عايز العمل 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 حتى لا تسقط مصر. طب الناس هتسقط مصر ازاي واحنا بنتحارب دلوقتي؟ ده احنا بنتحارب 24 ساعه طبعا. بحاجه اسمها الجيل الرابع من اسلحه الحروب اللي عملته هيلاري كلينتون. وعشان ما حدش يقول اجندات، ليها كتابين على اللي انا هقول دلوقتي موجودين في السوق، خيارات صعبه و360. قالت انا هحارب الشرق الاوسط وراحت فاتحه قوسين مصر. يعني احنا المستهدفين. تمام يا فندم. هحاربهم بايه؟ بحاجه اسمها الجيل الرابع من أسلحة الحروب أو بيسميه القوة الذكية سمارت باور. ده بينقسم لقسمين، قوة صلبة وقوة ناعمة. إيه القوة الصلبة؟ عسكرية واقتصادية. فعسكريا أنا مش هدخل قوات من عندي، ده أنا هجيب مرتزقة من بره وهجيب ناس مصريين جنسيتهم مصرية دينهم إسلامي أو مسيحي هم اللي يقوموا بالعملية دي اللي هي جماعة الإرهابية. تمام يا فندم؟ ده من الناحية العسكرية. من الناحية الاقتصادية بقى هتحارب مصر ازاي؟ هحاربهم في المأكل والمشرب والملبس والمأوى والمداواة. هنمسك واحدة فيهم والباقي ينطبق عليه نفس الكلام. المأكل. سي احنا بنجيب طن القمح مثلا من بره ب 100 دولار. لا بقى ب 2000 دولار. الله. إذا هيسحب منك فلوس. حاجة تانية لما تجيب الكلام ده وتيجي في عيد الشعب عشان يقول لك ده حرام يا هو عايز الكلمة دي تطلع. عايز الكلمة دي يبقى في خلاف تمام ما بين الشعب وما بين القيادة.
نفس الكلام في الدواء، بنجيب دواء من بره ب 10 دولار، لا بقى ب 200 دولار. تيجي تبيع لي الناس الغلابه عشان ربنا يشفيهم، يلاقي الثمن غالي، يقول لك يا حكم. ادي الناحيه العسكريه والاقتصاديه. اما بقى قوى الناعمه، قوى الناعمه الاعلام، السوشيال ميديا، اللي هي سيادتك قلتيها وده كان منتهى الذكاء، اللي هي بقى اول حاجه فيها زي قناه الجزيره، الاعلام الخارجي والاعلام المصري، مش كله، بعض من الغير وطني بيحط السم في العسل في بعض القنوات الفضائيه. تاني حاجه وسائل الدمار الاجتماعي اللي بنسميها وسائل التواصل الاجتماعي، دي بقى اللي بيجي فيها الفتن والشائعات والاكاذيب، وللاسف احنا بناخد الكلام ده ونشيله. انا عايز اعرف من حضرتك، اتفضلي، ايه اللي ممكن نوصله ونعرفه للاجيال الجديده عن النصر العظيم ده؟ احنا كتير عارفين بس مش عارفين الكواليس اللي دار في الحرب، في رموز كتير ما نعرفش عنها حاجه، فاحنا عايزين نعرف ده من حضرتك بما انك عاصرتها. طبعا منتهى الامانه يا فندم، عشان اتكلم عن حرب اكتوبر عايزه 3 ساعات، ولكن انا هختصر مع سيادتك في بعض الرموز الوطنيه المصريه. تمام. اول حاجه المحافظات، سينا اللي طلع عليها شائعات وفتن ان هم بيعاونوا اسرائيل ما بيعاونوناش، لا، سنه 69 بعد حرب 67 بسنتين مشي ديان جاب مؤتمر اعلامي دولي عشان هيصور واقع عنده، وجاب كل شيوخ سينا، ورئيس الشيوخ كان اسمه سالم الهرش، قال له احنا هنديكم حكم ذاتي في سينا، قال له على جثتي انا مصري وساموت مصر، ادي سينا. حاجه ثانيه، وبنت اسمها جميله سيناويه، لقت جندي مصري مسيحي، تمام يا فندم، اسمه كميل، تمام، لقيته مجروح، شدته 8 كيلو لغايه القبيله بتاعتها غيرته لبسه، عملوا له ده كانه راجل عربي، وبقى يستطلع معاها لان هي عارفه الضروب، وتبلغ مصر. نصر السعودي كان بيعبر بالجبال بالسلاح للناحيه الثانيه يا فندم، دي سينا. طب الاسماعيليه والسويس، اسرائيل في سنه 73 لما صدر قرار 338 يوم 22 بايقاف النار، قالت لا انا لا حققت اهداف سياسيه ولا عسكريه، جزء يخش على الاسماعيليه وجزء يخش على السويس، نحتلهم، وجايبه معاها ميديا دولي. طبعا سيادتك عارفه السويس عملت ايه، الستات بقوا يرموا الميه السخنه والحلال، دمروا 18 دبابه، منهم دبابتين موجودين دلوقتي على طريق السويس. اسماعيليه نفس الكلام، ادي 3 محافظات. طب تعالى نتكلم بقى على بطولات عسكريه بعد اسرائيل. طب يا فندم قبل ما نخش على البطولات، الرموز اللي حضرتك بتتكلم عنها دي فين من الاعمال الدراميه؟ طبعا احنا شايفين نجاح الاختيار، نجاح الممر، ليه ما بنعملش حاجه كده؟ عشان يتعمل فيلم عن حرب اكتوبر فورنسي، ما اتعملت افلام كتير ولكن في ناس كتير سقطت من جميع الافلام دي يا فندم، مع احترامي ليها وتقديري ليها، كل حاجه بينت رمز معين، صحيح. شيء معين، دلاله معينه. على سبيل المثال في الممر لما الضابط دخل عشان في التلغراف يبعت تلغراف، قال له اصل الخطوط بتاعتنا كلها انسحبت، بيقلص عليه ودور ضربه، بيدي مثل. انما لم يوجد حتى الان عمل اعلامي سواء سينمائي او تلفزيوني او مسرحيه ادت لحرب اكتوبر حقها. وعشان كده يا فندم الجماعه الارهابيه بتركز على نقط كتيره في الحرب، الجيل الجديد ما هوش فاهم حاجه، صحيح، ومش عارف حاجه، وبالتالي الكلمه اللي بتجيله خصوصا من وسائل التواصل الاجتماعي بيصدقها، تمام، زي ما اسرائيل طلعت يا فندم من 3 سنين وقال ازاي احنا اللي انتصرنا في الحرب، بامرت ايه؟ بامرت ما احنا اقتحمنا قناه السويس، بامرت ايه؟ ما هدينا سد بارليف اللي قال هينضرب بالقنابل النوويه ما حدش يحصل له حاجه، بأمرت ايه؟ لما دمرنا لكم في 3 ايام 250 دبابه، بأمرت ايه؟ لما الجسر الامريكي اتصل باسرائيل، جسر امريكي مش طياره جايه، تمام يا فندم، عشان يجيب لكم الكلام ده كله، بأمرت ايه؟ انكم جيتوا وقعتوا معانا كامب ديفيد، بأمرت ايه؟ صحيح، كويس ان حضرتك ركزت على النقطه دي فعلا. وبعدين انسحبتوا يا فندم. يذكر للسيد الرئيس الراحل انور السادات، طيب تسمح لنا بقى نشوف حضرتك كده في بعض الصور لحضرتك كده وحضرتك عجبها كده مشاركتك في الحرب، ايه احكي لنا بقى، احكي لنا الكواليس بتاع الصور دي يا فندم. كانت واحنا بنعمل اعداد
لحرب اكتوبر دون ان نعرف، كنا فاكرينه مشروع تعبوي. تمام. فكنا بنمر على الجنود، جميع الضباط كانوا بيمروا على الجنود، سلموا على الجنود ويقول له انت هتعمل ايه؟ طب هتعمل كده ليه؟ المهمه بتاعتك عباره عن ايه؟ يبقى بتعمل حاجتين. بتتاكد من ان الجندي بتاعك فاهم الواجب بتاعه، فاهم المهمه. الحاجه الثانيه بترفع الروح المعنويه للجندي. الحاجه الثالثه ان بيبقى في تلاحم ما بين القائد وما بين الجنود. صح. وهو ده اللي خلى الجندي في 73 يموت نفسه، اولا عشان بلده، ثانيا عشان العلاقه اللي بينه وبين القائد بتاعه. كان هناك ملحمه يا فندم ما بين الجنود وما بين الضباط، حتى القيادات السياسيه كانت بتيجي في صوره ثانيه كمان يا فندم. ايوه دي يا فندم بقى، واحنا بنعمل مناوره في السلاح المدفعيه علشان بنضرب على اهداف معينه دون ان ندري ان هناك حرب، لان خطه الخداع لو قلتها لسيادتك طبعا هيبقى يعني لا تتخيليها. والداس ده كان خطه خداع عسكري، لا ده عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي واجتماعي واعلامي. الناس دي يا فندم كل واحد فيهم ادى معنى الانتماء عملي وليس نظري. ضحى بنفسه وطنيه. انا حد سيادتك مثال واحد، جندي اسمه عبد الرؤوف عمران جمعة، السفير بتاعنا في النمسا، لقى قالوا له في واحد رجل أعمال أمريكي يهودي عايز يقابلك. اتفضل. ده في النمسا. دخل قال له اسمح الشنطة دي بتاعة الجندي فلان الفلاني. في صورة تانية كمان يا فندم. أيوة دي يا فندم، وأنا ربنا وفقني وباخد أعلى وسام في كوريا الشمالية للتعاون الصادق بين كوريا الشماليه وبين مصر في ذلك الوقت، والكلام ده كان سنه 92 يا فندم، وما حدش خد هذا النوط ابدا اطلاق. وحضرتك تستاهل طبعا. هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى يا فندم حقيقي. عايز اعرف من حضرتك دور العلماء في رفع الروح المعنويه للجنود كان عامل ازاي في الوقت ده؟ اكتر جهه كانت واقفه مع القوات المسلحه المصريه في الميدان الازهر الشريف. الازهر الشريف يا فندم بعت واعظ او شيخ لكل كتيبه مصريه معاها بيحفر معانا، كان معايا بيحفر زينا ويقعد زينا ويكلمنا ويرفع من معنوياتنا ويكلمنا في الدين، وحتى كان بيكلم اخواننا المسيحيين بما يرضي الله، الدين لله والوطن للجميع. ده من حق الازهر يا فندم، قام بدور غير عادي، خصوصا ان احنا في شهر رمضان شهر الصيام. صحيح. اما تبقى انت صايم وبعدين حد بيكلمك معنويات وناحيه روحيه، ده بيرفع من الروح المعنويه وبيخلي جنود الضباط بالاضافه للوطنيه بتاعتهم عنده كمان روح معنويه بالاضافه للصيام اللي موجود عنده. طب انا عايزه اعرف من حضرتك بعد الحرب، كلمنا عن قرار الرئيس الجريء في وسط المقاطعه العربيه اللي حصلت، وحصل نقل جامعه الدول العربيه من مصر طبعا لتونس، وان هو قرر رغم كل ده وصمد ان هو يعمل سلام وصلح. كلمنا عن الفكره والقرار الجريء في الوقت ده رغم المقاطعه دي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرئيس المرحوم السادات يا فندم كان داهيه سياسيه. وخير دليل على نجاح بصيرته ان لو ما كانتش سينا رجعت كان النهارده سينا مع الارهاب. صحيح. ذا فيرست اوف اول. تمام يا فندم. الحاجه الثانيه، هو ما بيحبش يدعي لكن بيحب يفعل. بعض الدول العربيه مع احترامي ليها في ذلك الوقت ما قدرتش تفهم المفهوم بتاعه، الاتيتيود بتاعه، وبالتالي قالت لا ازاي زي ايه؟ طب ما النهارده هي الدول العربيه بتعمل امتى؟ بعد كم سنه؟ احنا في 73 عملنا الكلام ده، النهارده كم سنه؟ كم سنه يا فندم؟ تمام؟ اللي عمله السادات في ذلك الوقت أحسن حاجة اتعملت لصالح مصر والعرب كلهم بالكامل يا فندم. رحم الله بطل الحرب والسلام الرئيس السادات. طيب حضرتك كنت عايز أقول لك إزاي تحول الصياحة على الجبهة لله أكبر؟ مفيش جندي أو ضابط كان بيعتقد إن إحنا هنحارب. صحيح. هقول لسيادتك على حاجة من ضمن خطة الخداع، أنا بقول نقطة. كان بيعملوا تسريح للاحتياط واجازات للضباط. يوم 6 اكتوبر انا كنت في بيتي واخد اجازه 48 ساعه عشان اسرائيل ايه يبقى في خداع. انا راجع
ما لقيتش وحدتي والله. كنت في الفرقه 21 مره ما لقيتش وحدتي. فين؟ ركبت على عربيه زلط انا مش ناسي، وكملت بموتوسيكل من ناس وصلت الوحده على الديفوزوار. مبروك يا فندم. مبروك ايه؟ احنا عبرنا ايه؟ عبرنا يعني رحنا نخطف جندي ولا جنديين زي ما كنا بنعمل قبل كده في حرب الاستنزاف. قال لا يا فندم ده عبرنا على الجبهه كلها بالكامل. الله اكبر الله اكبر. للاسف وقت برنامجنا خلاص اوشك وفقرتنا اوشك. انا سعيده جدا وفي قمه السعاده انه يكون معايا في برنامج بطل الحكايه بطل من ابطال اكتوبر، وفعلا كنا سعداء ان حضرتك معانا جدا جدا جدا. والكلام عن حرب اكتوبر ملهوش نهايه وملهوش اخر. وفاصل وهنرجع لكم تاني.